سياسة جويلية كانت عندنا ورشة ولا مظاهرة لاختتام، وأنا ما نحبش نقول اختتام، هو ما هو إلا مرحلة تقييمية في مسار تنفيذ عدد من حملات المناصرة والتوعية، أربعة بالأساس وزارة الخامسة باش تنطلق. الحملات هذه تناولت مواضيع مختلفة، من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام، للنشر التلقائي للمعلومة، لنشر تقارير الأثر البيئي والمعطيات البيئية، إلى الدور المسؤولية المجتمعية في تمويل الإعلام المحلي وإعلام القرب والجمعيات. المسألة اللي خرجت بطبيعتها مشتركة في هذا الكل هو حق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالرجوع إلى مسألة البيئة اللي هي زاد أخذت حيز كبير وهام، لأنه من خلال النقاشات ومن خلال التظاهرات اللي قامت بتنفيذها أكثر من 15 جمعية في مختلف ربوع الجمهورية التونسية، انطلاقا من قبلي، تطاوين، جابس، سيدي بوزيد، القصرين، نابل، المهدية قريبا، تونس، الكاف، القروان. المسألة اللي ظهرت بصفة تلقائية هي مسألة الشأن البيئي وتأثير التغيرات المناخية اليوم على حياة التونسي، ومسألة أخرى ارتبطت بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام هي مسألة توعية وتثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة هذوم على خطورة والأثر السلبي للتغيرات المناخية، لأنهم مرة أخرى يلقاوا رواحهم مقصيين من مسألة هامة ومسألة تهم حياتهم اليومية، وهي مثل ما قلنا المشاكل البيئية والأثر السلبي بتاعها ومتاع التغيرات المناخية بشكل عام. إذا التقاطعات هذه بين البيئة والأشخاص ذوي الإعاقة مع الأربع مواضيع كانت موجودة. علاش زاد قلت اللي هي مرحلة تقييمية؟ لأنه مواضيع كيف ما هذه ما تنجمش يكون عندها حد أو أفق زمني، مواصلين في المناصرة وفي التوعية متاع الحملات هذه، وكل ما نزيدوا نتحدثوا وكل ما نتعمقوا أكثر في بعض المسائل مثل مسألة تقارير الأثر البيئي نكتشفوا كبر أو اتساع اللي هو بين ما يجب أن يكون حسب القوانين أو ما أتيح لنا من الاطلاع عليه من قوانين وقرارات، وما هو منشور وما هو يعني في إمكان الاطلاع عليه. كما قلت اللي هو كبيرة، والعمل بالطبع والكونسيكونس باش يكون كبير، لا سيما وأنه اليوم للأسف في مجال نفاذ المعلومة عندنا ركيزة أساسية مؤسساتية لحق نفاذ المعلومة ككل، وخاصة في المجال البيئي ولا في علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتعرض إلى تهديد كبير بعدم أو بانتهاء المسار متاعه، وهو هيئة نفاذ المعلومة اللي للأسف بعد إنهاء الحاق النائب الرئيس متاعها مجلس الهيئة السلطة القضائية اللي تبت في دعاوى نفاذ المعلومة تجد نفسها في أمام استحالة قانونية بالانعقاد ومواصلة المرفق العام، هذا مرفق العدالة في مجال حق نفاذ المعلومة.